مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم أينما كنتم في حلقة جديدة من برنامج أهل المدينة. نعرض لكم حكايات المدينة وقضاياها، ونعرض شخصيات لها بصمتها في الإبداع، فأهلا ومرحبا بكم، تابعونا. تشاهدون في هذه الحلقة: هيئة المساحة الجيولوجية وغياب التطوير والتحديث، مبنى الضرائب بكريتر، معلم تاريخي لأول مدرسة عبرية في عدن. وسام محمد شاب مسكون بالأمل والإبداع. مشاهدينا الكرام، نبقى الآن مع جولة إخبارية سريعة نعرض لكم من خلالها أهم ما حدث من أخبار وفعاليات خلال الأسبوع، لنتابع. أقيم في العاصمة المؤقتة عدن مهرجان ترفيهي ومعرض تشكيلي لليوم العالمي لمكافحة السرطان الذي يصادف 4 فبراير سنوياً. وتخلل المهرجان الذي نظمته المؤسسة الوطنية لمكافحة السرطان فقرات فنية ومسرحية عبرت عن معاناة مرضى السرطان وحاجتهم للدعم والمساندة، بالإضافة إلى معرض تشكيلي يحاكي الواقع المؤلم لمرض السرطان ومعاناة المرضى. دشن في العاصمة المؤقتة عدن مشروع توزيع الحقيبة المدرسية للطلاب الأشد فقراً، واستهدف المشروع 3000 طالب وطالبة في محافظات عدن ولحج وأبين بحقائب مدرسية متكاملة بواقع 1000 حقيبة لكل محافظة. دشن مدير عام مديرية البريقة هاني محمد اليزيدي المرحلة الثانية من مشروع نبع الحياة في منطقة مشهور الساحلية والحدودية مع محافظة لحج. المشروع ينفذ على نفقة فاعل خير، ويتضمن توصيل شبكة مياه الشرب النقية لأهالي منطقة مشهور النائية بطول 3 كيلومتر مع تركيب خزانات للمياه في المنطقة. وأكد مدير عام البريقة حرص قيادة السلطة المحلية على توفير الخدمات الضرورية للمناطق النائية التي تفتقر لأبسط مقومات الحياة. المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية بعدن أهمية علمية واستراتيجية، فما دورها في دعم الاستثمار وما دور الدولة والحكومة في دعم الهيئة؟ هيئة المساحة الجيولوجية في عدن واحدة من أهم المؤسسات البحثية التابعة لوزارة النفط والمعادن، إلا أن نشاطها بات مهددا بالتوقف بعدما ينف عن نصف قرن من العمل. هناك صعوبات كثيرة خاصة في الفترة هذه، ونتيجة للظروف اللي تمر بها البلاد وانخفاض وانعدام الميزانية لتشغيل المشاريع. حالياً الهيئة تعاني من انبتار وظيفي، يعني القوة الوظيفية، باعتبار أنه 109 كلهم حالين المعاش، يعني من 2007 من 2010 للآن يعني ما فيش توظيف جديد. إلى جانب كونها مؤسسة بحثية متخصصة، تعمل هيئة المساحة الجيولوجية في مجال استكشاف المعادن وتحديد مواقعها وتحليل أبار المياه والمساحات المعرضة للتصحر، إلا أن مختبراتها اليوم تشكو الإهمال وغياب التطور والتحديث مع ما لها من أهمية في مختلف المجالات. المختبر لا يقوم بأعمال الهيئة فقط، وإنما يقوم بأعمال استشارية لكل الهيئات والمؤسسات في كل الجوانب، في الصحة، في الغذاء، في الأشياء المستوردة، في الأمن، في كل شيء المختبرات تقوم بالتحاليل. لكن للأسف المختبرات أهملت في شكل كبير جدا، والآن نحن في خلال الفترة القادمة القليلة القادمة إذا لم نعالج هذه المواضيع قد نصل إلى أن المختبرات تتوقف. نحن الآن في صدد عمل بروتوكول يعني ثنائي بين هيئة المساحة الجيولوجية وجامعة عدن، باعتبار أنه هناك شكلت لجنة من قبل المدير عام الفرع، مدير عام هيئة المساحة الجيولوجية، يعني على أساس أنه يكون هناك تنسيق متكامل بين جامعة عدن وبين هيئة المساحة بشأن الدراسات العليا، وأيضاً تدريب يقام بها الطلبة بهيئة ومتلة بوزارة النفط والمعادن. نحاول بقدر الإمكان تفعيل نشاط هيئة أو إدارة المعادن بواسطة استقطاب الشركات والمستثمرين المحليين والأجانب وكثير من المقاولين الذين يعملون في استثمار
في الاستثمار في الجانب المعدني. تم استقبال كثير او رحبنا كثير بعض الشركات في الاستثمار في الجانب المعدني مثل الرمال السوداء وعلى اسمه معدن الثلج وكثير من الصخور الصناعيه والمواد الانشائيه التي تستخدم داخليا وخارجيا. كغيرها من المنشآت الحكومية، تعرضت هيئة المساحة الجيولوجية لأضرار كبيرة خلال حرب العام 2015، إلا أن الجهود الفردية للقائمين عليها أسهم في إنعاش دورها الحيوي واستعادة نشاطها الذي لا زال يفتقر إلى مزيد من الدعم والاهتمام. الجانب الأمني مفقود طبعاً، والشركات بحاجة إلى الاستقرار والجانب اسمه الاستقرار الأمني. فإذا ما إذا لم يوجد هذا الاستقرار الأمني لا يوجد نشاط للشركات الخارجية. لم يتم إمداد الهيئة أو المختبرات بالذات بالأجهزة وتطويرها. وثاني شيء وهذا الأهم، الكادر نحن نعاني من نقص هذا الآن في الكادر، والآن نحن خلال رفعنا لقيادة الوزارة ولقيادة الله يجب أن ننقذ المختبرات وننقذها، لأنه الكادر يمكن أنا أقول لك الآن من خلال 20 سنة لم يتم توظيف حد. تم توظيف فقط مجموعة كانوا يقولنا من صنعاء لما كانوا ويجوا يتوظفوا، وبعدين أصبح الآن أنت تعاني. يا جماعة الحقون نحن الآن ممكن مثلا أنا رايح السنة الجاية على المعاش، أنا نفسي رايح السنة الجاية على المعاش والكادر كله بينتهي. إذا لم يتم إمداد المختبرات ولا هي بالكادر ونبدأ بالتدريب لتأهيل الكادر حتى لو تعين يكون عندنا الكادر مدرب متأهل، لكن المشكلة كمان حتى لو تجيبه والناس الكادر القديم اللي بيحلوا بيأهله مش موجود، يبقى كأنك ما عملت شيء. كوادر الذي هي قامت عليها الهيئة الآن كلهم خارجين معاش، يعني ما فيش قوة بدالة. يعني أنت تصور يعني 272 موظف محال منهم 109، كيف بتكون الهيئة مستقبلاً؟ حالياً نحن مع قيادة الهيئة نسعي إلى أن يكون هناك توظيف، يعطون نحن الصلاحية بإعمال يعني عقود جديدة، تثبيت المتعاقدين السابقين وإحلال بدالهم ما اسمه متعاقدين جدد. إبقاء هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية خارج نطاق التطوير والتأهيل وغض الطرف عن معالجة مشكلاتها وانتشارها من وضعها الحالي يهدر فرص الاستثمار في قطاع الثروات المعدنية ويضر أولاً وأخيراً بالاقتصاد الوطني. نرحب بالمهندس أحمد عبدالله يماني التميمي مدير عام هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية بعدن، أهلا ومرحبا بك اليوم معنا مهندس أحمد. بداية لو تشرح لنا ما هي أهمية هذه الهيئة، هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية؟ طبعا في البداية أقول بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أنا طبعا أشكر قناة بلقيس على هذا اللقاء الذي يتيح لنا في هيئة المساحة الجيولوجية لإبراز دور الهيئة الذي يجهله الكثير من المواطنين والناس طبعا. وطبعا هيئة المساحة الجيولوجية هيئة بحثية علمية استثمارية اقتصادية كبيرة لها دور كبير في طبعا من بداية تأسيسها في السبعينات في كثير من الأعمال الجيولوجية. في هي طبعا هيئة المساحة الجيولوجية مثلا تعمل على دراسة التكوين الصخرية الممتدة على مستوى الوطن بشكل كامل وتجسيد هذه التكوين الصخرية في خرائط جيولوجية. يتبع هذه الخرائط الجيولوجية هناك طبعا دراسة هذه الصخور، ينتج عنها ما تحتويه هذه الصخور من شواهد معدنية يمثل الثروة المعدنية والثروة الصناعية. يعني الثروة المعدنية نتكلم عليها هي وجود معادن معينة مثل الحديد، الذهب، الحديد طبعا، الألمنيوم، الرصاص، الزنك وإلى آخرها من المعدنات. والصخور الصناعية هي ما تستخدم من صخور في صناعة كصناعات الإسمنت، صناعة الزجاج، صناعة الجبس، صناعة الطلاء، عدة صناعات طبعا كبيرة، السيراميك. طبعا هناك عدة صناعات ناتجة عن مواد خام موجودة في هذا البلاد. يجسد هذا كله في خرائط جيولوجية وخرائط معدنية تسمى، كمان نعرف كمان نتعرف على عملية الخرائط الهيدرولوجية اللي هي خرائط المياه التي تنساب من الوديان وأين مكان منها وأين اللي تكون فيها اسمه المحتويات. طبعا
هنا هذه المواقع تحدد فيما بعد كمواقع استثمارية يتم لها دراسة تفصيلية أو شبه تفصيلية لتحديد مواقع اللي هي مواقع الاستثمار والتي يتم عرضها على المستثمرين وبالتالي استغلالها. ما نلاحظه طبعا والدلائل على ذلك موجودة هي إقامة مصانع الإسمنت اللي موجودة يعني على امتداد مصنع في مصنع الوحدة، مصنع الوطنية، مصانع اللي موجودة في نعم المصانع الموجودة في عدن بشكل عام نتكلم يعني طبعا هذه المصانع لها مردود اقتصادي كبير يعني في دعم الاقتصاد الوطني. مهندس أحمد، هل لا تزال الهيئة تؤدي نفس المهام ونفس ولها نفس الأهمية خاصة في ظل الوضع الاقتصادي شبه المشلول في عدن؟ وما هي الصعوبات والعراقيل التي تواجهونها؟ طيب أنا ممكن عاد أذكر في مجال واحد يعني عشان أستكمل الله. تفضل. طبعا في جانب يسموها الجيولوجيا البحرية، هذا الجيولوجيا البحرية معناته اللي هو دراسات ما هو الجرف القاري تابع لك وتجسيدك لهذا العمل كله الجيولوجي هو تثبيت للسيادة الوطنية عندما تطرح هذه الخرائط الجيولوجية وتتابعها سواء كان على المجال الجيولوجي المجال البري نعم من جميع الحدود من جميع البرية والبحرية. أيوة طبعا الهيئة يعني في الحالي طبعا في وضع زي هذا الظروف طبعا تواجه كثير من المشاكل يعني في عملية سير عملها وبالذات ما حصل لها في أثناء الحرب من تدمير وحاجات كثيرة يعني متلفات والأجهزة حقها كثير راحت بعضها، وإلى جانب قدم الأجهزة مقارنة بما ما هو حادث مستحدث حاليا من أجهزة عالمية. فطبعا الهيئة وتواجه كثير من الصعوبات في عملية ما نواجهه في استغلال هذه المواقع يعني الاستثمارية، يعني ما تواجهها من صعوبات في الأرياف الآن وعدم قدرة على النزول الحقلي لمتابعة أعمالنا نظرا أنتم عارفين الظروف بشكل عام اللي تعيش البلاد. طبعا نحن نطمح أن يكون يتحسن وضعنا بهذا الشكل ونقدر نزاول عملنا. وطبعا عملنا لو نظرنا لهذه الهيئة وما يترتب عليها هو سيكون دعم مرفع مستوى منسوب ارتفاع المستوى الاقتصادي في الوطن هذا بنسبة كبيرة جدا. لو قارنا أنفسنا بالآخرين ستشوف الناس الآخرين في حاجات أخرى، نحن نمتلك خامات وثروات كبيرة جدا يعني قد لا يتصورها البعض لما تيجي تشوف الخارطة المستوى الوطن بشكل عام، بتشوف هناك ما هو يعني كبير ويمكن لو عرضت على المستثمرين وفي ظل ظروف وطنية يعني كويسة سيكون هناك يعني مجال استثماري واسع لا يعني يكون له مردود كبير في النمو الاقتصادي للوطن. المهندس أحمد، ذكرت بأن الهيئة تعرضت لمجموعة يعني من النهب والتدمير خلال الحرب، ما هي التداعيات التي حصلت لكم إزاء هذه التصرفات التي حدثت خلال الحرب؟ طبعا نحن اول مره المبنى حقنا لو اعرض لك عليك بعض الصور التي تعرض لها، طبعا حصل في نحن كنا في واجهه بعض المعارك اللي تمت هنا في عدن وحصل في تدمير سواء كان على مستوى المبنى او على مستوى اثاث المبنى او محتوياته من مواد بعض يعني الاجهزه اللي تمت، وهذا طبعا شكل عرق الكثير وشل عمليه يعني حصل سلل بشكل شبه تام لعمليه العمل للموظفين او المهندسين او لكن بفضل الله طبعا وشهود كبيره بذلتها معنا نحن يعني الاخوه المهندسين والاخت طبعا نائب المدير العام هنا وقاموا بجهود كبيره الى جانب طبعا قياده الوزاره مثل الاخ الوزير نائب الوزير الدكتور سعيد الشماسي والاخ عبد السلام حميد وكيل وزاره شؤون المعادن، طبعا الاستاذ اوس العود في البدايه هو وزير النفط والمعادن، قاموا بجهد كبير معنا في عمليه دعم واعاده تاهيل هذه الهيئه مما مكننا في شراء يعني في اعاده تاثيث اعاده تهيئه اعاده ترميم الهيئه. لو انت نظرتي للصور واماكن ده كان ما قدرتش تدخلي الهيئه انت في بعد الحرب مباشره، ولكن الان تشوفي الان في عمليه اعاده تاهيل عمليه كمان عملية إعادة نشاط العمال والموظفين بعودتهم إلى العمل في هذا ده تحسين وضعيتهم هكذا. هل تمتلك اليمن أهمية في المساحة الجيولوجية؟ وهل وحدثنا كذلك عن الثروات المعدنية الموجودة في عدن يعني بشكل خاص؟ زي ما ذكرت أنا قبل شوية يعني اليمن تمتلك يعني أهمية يعني بالنسبة للثروة المعدنية أهمية كبيرة جدا. لو أخذنا الجانب الصخور الصناعية
ستجدي من هذه المكامن وهذه المواقع وهذه الاحتياطيات احتياطيات ضخمة ممكن استغلالها في في بشكل كبير في مختلف الصناعات. يعني لو نتكلم على صناعة الإسمنت أو نتكلم على صناعة مثلا الحجر الجيري أو نتكلم على مواد البناء والزينة أو نتكلم على حاجات كثيرة، ستجد هناك مجالات واسعة جدا تفتح مجالات استثمارات كبيرة، يعني تجعل من هذه الوطن قلت لك يعني نمو اقتصادي قد لا تتخيلين أنت. يعني بمعنى أن اليمن هي غنية بالثروات المعدنية، غنية جدا، يعني طبعا أنت نحن نحاول قدر الإمكان نختصر، ولكن اليمن غنية بثرواتها مختلفة ذاك التراكيب الصخرية من باب المندب أو من على مستوى الجمهورية اليمنية بشكل عام، تحس لي هناك مختلف أنواع من التراكيب الصخرية ما يدخل في كثير من الصناعات، ولهذا نحن اليمن عندها ثروة وهي لازلت عادة لم تستغل هذه الثروة بالشكل الصحيح. لو يعني لو ترتبت هذه الثروة ووضعت أعمال استثمار بشكل صحيح في وضعية يكون أفضل من هذا الوضع الحالي، ستجدين هناك يعني استغلال يعني مواقع كبيرة واستثمار كبير واقتصاد ينمو بشكل متطور جدا. كيف تقيمون مستوى الاستفادة من هذه الثروات المعدنية المختلفة والمساحات الجيولوجية باليمن؟ طبعا نحن بالنسبة لنا في إقامة لابد من هناك عملية يعني لابد من عملية دعم الاستثمار في هذا الجانب في هذه المحافظة. دعم الاستثمار يأتي يستند على قوانين، يعني نحن المستثمر لابد من قوانين بحيث أنه يستثمر بالطرق الصحيحة، ويوجد لدينا نحن قانون المناجم والمحاجر رقم 22 لعام 2010 يحدد صلاحيات الهيئة وصلاحيات ما هو للدولة وما هو للمستثمر من حقوق وما عليه من واجبات. فهذا طبعا إذا قيم هذا الموضوع أو استغل هذا الموضوع أو تم العمل بهذه القوانين الصحيحة في استخدام الخامات، سيفتح لك قلت لك مجالات كبيرة جدا للاستثمار وبشكل طبيعي، وبردودها بيكون ضخم جدا للوطن. كيف تقيمون كذلك مستوى الاستثمار في هذه الثروات؟ والله نحن بالنسبة لو قارنا مثلا عملنا مقارنة سريعة قبل الحرب 2015 وبعدها في عدن خاصة. طبعا شوفي عدن هو في نحن بعدن ماشي يعني بالذات عدن منطقة محصورة فيها خامات بركانية فقط، وتم توقيف الاستثمار فيها في مجال هو كان عبارة عن محاجر وكسارات، ولكن نتيجة التوسع العمراني وحاجات كثيرة والضرر البيئي بعض الأحيان قد يؤثر على هكذا، فالاستثمار كله خارج مناطق محافظة عدن. طبعا بالنسبة للاستثمار في اليمن أنا أرى أن لازم يكون عبر النظم والأسس الصحيحة منطبقا على ما هو موجود في القوانين، لا يكون بشكل عشوائي، لأن هناك في الآن من يستغل المكامن هذه أو المواقع هذه بشكل عشوائي بحيث أن لا الدولة تستفيد ولا حتى المواطن يستفيد، ما يستفيد منها بعض الناحية ولهذا. فقلت لك الاستثمار لابد يكون منضبط على حسب قوانين المعمول بها بشكل صحيح. نعم مهندس أحمد، لو تسردون لنا يعني بعضا من هذه القوانين والضوابط. طبعا في هناك يعني عندنا قانون كبير، يعني مثلا بالنسبه للمستثمر في كل في جانب محدد، يعني مثلا لابد ان يكون في الشركه مؤسسه ولها سجل تجاري، يعني في لها يعني مطالب كثيره بحيث يكون المستثمر هذا له يعني كشركه بحيث انه يكون في ضمانات انك تحصل على حقوق سواء كان بالنسبه للدوله او للوطن بشكل عام، مش ان اي شخص عشوائي يطلب منك يعني استثمار تعطيه له، لكن لابد يكون في انضباطيه. وكمان عمليه عائدات هذا الاستثمار تدخل بشكل قانوني في الاتجاه الصحيح. مهندس احمد، بالنسبه لكم انتم يعني تحدثنا عن الصعوبات والعراقيل بشكل عام التي تواجهها الهيئه، بالنسبه للكادر الذي يعمل في الهيئه هل هو كافي وما هي ظروفه يعني ظروف المعاشات بالنسبة للكادر الذي يعمل هنا في الهيئة؟ هي طبعاً في هناك نقص الآن بالذات في الكادر الفردي، يعني ونقص حاد، لأن نتيجة عدد حوالي تقريباً 109 من المهندسين والفنيين ودي الخبرات الآن أحيلوا للتقاعد، هذا يؤثر بشكل كبير بشكل سلبي يعني على سير عمل الهيئة في المستقبل. ولهذا نحن تقدمنا إلى قيادة الوزارة بأن نحن نطلب إضافة كادر فني إلى الهيئة من مهندسين وفنيين في مجالات مختلفة كلها،
سواء كان من الناحية الجيولوجية أو الجيوفيزيائية أو مجالات الحفر، لأن نحن عندنا عدة منطقات في هذا العمل الفني، وكلها مرتبطة بعملية تأهيل كادر من قبل الكادر اللي رايح للتقاعد. ونحن نتوجه بشكل يعني للأخوة في قيادة الوزارة أنهم يعملوا بعمل بدعم سريع، أن احنا نستوعب كادر جديد حتى نستغل وجود الكادر الفني الموجود حاليا قبل حالته للتقاعد من أجل تأهيله لمستقبل وبناء هيئة من أجل بناء وطن. نعم، كيف تقيمون اهتمام الدولة بالهيئة هنا؟ والله إلى الآن طبعا حسب الظروف اللي نحن نمر بها، نحن نطمح أن يكون اهتمام الدولة بشكل أكبر من ما هو حاليا يعني طبعا. وأتوجه طبعا للأخ رئيس الجمهورية المشير دربة هادي، والأخ وزير رئيس الوزراء، والأخ وزير النفط والمعادن، والأخوة في قيادة الوزارة بأنهم يهتموا باهتمام كبير لهذه الهيئة من أهمية يعني في عملية أول مرة تأهيلها بكادر وإضافة كادر فني لها، وكمان البعدات والأجهزة. نحن لا نمتلك حفارات، الحفارات حقنا كلها متهالكة وقديمة، أصبحت بعضها من السبعينات، والآن في يعني نحتاج كل أعمالنا الحقلية تحتاج لأجهزة فنية، سواء كان على المستوى الحفر، مستوى الجيوفيزياء، مستوى المختبر نحتاج برضو عشان تحليل عينات، لابد من الان اضافه، او لان لا يمكن ليس لدينا يعني في عندنا بعض الاجهزه، ولكن نحتاج الى تجهيز اكبر عشان يكون مختبر مركزي نستوعب كل العينات ونقدر تحليلها، سواء كان بالنسبه للاعمال الهيئه او للمستثمر. طبعا كمان لازم في عندنا دور نحن انا قلته هو اللي هو او قانون 249 لعام 2012، ان الهيئه لها دور اساسي في عمليه الترخيص، او ما يتم عمليه بناء اي منشات الا بعد ان تكون الهيئه دور في عمليه الدراسه. طبعا ينطبق هذا على سواء كانت المنشات المبنيه يعني البناءات، او على مستوى الجسور، الطرقات، السدود، لان نحن نؤدي يعني دراسه نوعيه التربه اللي بتنشا عليها انت، ايش نوعية الجسور يعني بتقيمها على الصخور، الشقوقات، حاجات الشقوقات الصخرية، حاجات كثيرة التي أنت من أجلها تبني على أسس صحيحة، وهي ما هي الحاجات اللي يعني بحيث أنها ما تكونش أنت يعني معرضة لأي خلل في المستقبل في البناء حقك، سواء كان على مستوى الجسور، الطرقات، أو السدود التي تقام، أو المباني التي تقام، لأن في بناء بشكل عام بعض الأحيان يبنى عشوائي، لكن ما يتمش دراسة التربة هل هي ملوحة، هل هي تأثيرها على تكون نهايته أنه يعني يتدمر، يصبح مجرد شكل فقط، مجرد شكل. لهذا قلت لك هي لها قلت لك دور كبير. أنا طبعا هل هذا الأمر يعني حاصل على أرض الواقع؟ هل هذا القانون الآن ينفذ؟ هذا القانون ما ينفذ؟ هل لديكم تنسيقات بينكم وبين هيئة الطرق والجسور؟ هذا القرار طبعا إلى حد الآن ما ينفذش، لأن كل الجهات ما تعتمده، كل واحد يبني بشكل يعني طريقتهم، ولكن هو حسب القرار هذا المفروض ان يكون الهيئه لها دور في هذا. في ظل هذه الظروف التي ذكرتها مهندس احمد كلها، ما هي الاهميه الحقيقيه التي تقوم بها اليوم هيئه المساحه الجيولوجيه والثروات المعدنيه؟ هل لا تزال تقوم بدورها بنفس الفعاليه او بنفس الدرجه المطلوبه؟ الهيئه طبعا زي ما سبق ذكرت ان احنا ما تعرضنا له يعني ادى نحن الى شبه شلل في عمليه بالذات اعمالنا الحقليه والاعمال النزول. ثانيا طبعا نحن الان بدانا او مره هيانا في عمليه تاثيث وتاهيل الهيئه على المستوى المبنى حقنا هنا ومختبر تاهيل بعض الاجهزه، والان نحن بدانا في خطه في عام 2019 باساس بالبدء باعمال تنفيذ بعض الاعمال الحقليه، بحيث ان احنا يتم النزول في مواقع طبعا جديده لنعيد تنشيط العمل الحقلي للهيئة، رغم ان احنا نواجه بعض الصعوبات في الناحيه يعني عدم موجود مثلا وسائل نقل، وسائل نقل بالنسبه لنا احنا كان عندنا عديد من السيارات طبعا راحت وبعضها متهالكه، ولكن نحاول قدر ما نستطيع نبدا نشاطنا لنعيد يعني عمل الهيئه في المواقع الاساسيه اللي هو النزول الحقلي، وعيد تاهيل الكادر حقنا وتنشيطه
وزي ما ذكرت قلت لك الكادر حقنا في نعم فيه نقص ويحتاج ايضا الى ولهذا كادر نحن بقدر ما نستطاع حاليا وما يضاف لنا في المستقبل بحيث ان احنا نعيد قلت لك بناء هيئه وبناء الكادر وبناء بالفعل خبرات لانك انت تربي اجيال لاجل المستقبل عشان تبني هيئه بالشكل الصحيح وتبني بهذه الهيئه ما تخدمها في مصلحه الوطن. متى تحتاج هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية اليوم لكي تعمل بالكفاءة المطلوبة؟ طبعاً لكي تعيد يعني الهيئة عملها لابد من وجود زي ما ذكرت مسبقاً مثلاً الكادر والأجزاء إلى جانب العملية الميزانية التشغيلية. الآن نحن لا نتلقى أي ميزانية تشغيلية من مثلاً من وزارة المالية ما عدا هو الرواتب اللي تأتي نحن وبعض الحاجات البسيطة، ولكن إعادة العمل التشغيلي هو لابد وجود ميزانية تشغيلية للهيئة بحيث أنك خاصة أنها هيئة بحثية تحتاج إلى ميزانية ضخمة تحتاج إلى ميزانية كبيرة بحيث أنك تعيد أنت تنشيطك نشاطك بالفعل على مستوى وطن كبير. فلهذا لابد من إيجاد ميزانية تشغيلية، إيجاد المعدات اللي ما ذكرنا وإيجاد الكادر وطبعا تحسين الظروف بشكل عام. في هذا الوقت الذي تعاني فيه الهيئة من شبه شلل مثل ما ذكرتم، ماذا يفقد الوطن؟ يعني عندما يتم تهميش هيئة مهمة بهيئة بحثية علمية مثل هذه الهيئة. لما تقوم انت بالعمل عشان تعيد نشاطك بالهيئة وبهذا يعني بهذا الشكل، يعني وقوفك بهذا الشكل معناته انت توقفي عمليات الاستثمار. عندما يجيك المستثمرين عشان تطلبي عملية الاستثمار، لابد يقوم بعملية دراسات تفصيلية لكثير من المواقع. عشان أنت تساعدي المستثمر في معرفة مدى الاحتياطيات التي ممكن أن ترتكز عليها قيام هذه الشركات، فأنت تهميشك أو أهمال هذه الهيئة معناته وقوف العمل الاستثماري في هذا الجانب، وهذا ما يتطلب مننا جهود كبيرة وزي ما ذكرت توجه بالقيادة الحكومة أنها يعني تأخذ بعين الاعتبار الهيئة هذه ومحتياجاتها حتى تعيد الهيئة إلى نشاطها الصحيح. مهندس أحمد، هل ثمة رسالة تحب توجيهها من خلال هذا اللقاء؟ أتوجه زي ما ذكرت برسالتي إلى قيادة الحكومة، قد سرت إلى هذا الموضوع مسبقاً، إلى قيادة الحكومة ممثلة بالأخ الرئيس عبد الرب منصور هادي ورئيس مجلس الوزراء، وإلى الأخ وصل العود وزير النفط والمعادن، وطبعاً أن يعني ويعينوا بأي يعني يعتبر يعني يأخذ العين بعين الاعتبار الهيئة وما لها من دور في تنشيط الاقتصاد الوطني والعمل البحثي وتحديد السيادة الوطنية في أعمالها كلها سواء كان على مستوى البر أو على مستوى البحر. ولهذا الهيئة شوف يعني أهمية كبيرة جدا، أرجو أن يهتموا بهذا الموضوع اهتمام بالغ في زي ما ذكرنا سواء كان تزويدها بالمعدات بالكادر بالميزانية التشغيلية لأعمال الهيئة حتى نعود جميعا وندعم اقتصادنا بما تعمله الهيئة لهذا. نعم. المهندس أحمد عبد الله يماني التميمي مدير عام هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية بعدن، شكرا جزيلا لك على هذا اللقاء. مبنى الضرائب في عدن أو ما كان يعرف قديماً بمدرسة جينات شالوم تأسس في عام 1929 ولا يزال المكان يعبق برائحة التاريخ، حكايتنا لهذه الحلقة. كرياتر عدن ما تزال المباني العريقة باعثة للذكرى، تستدعي ذاكرة الزمان واصلة بحلقاتها بتاريخ المدينة الحاضرة في التاريخ. لهذا المبنى المتماسك البنيان تاريخ طويل وأدوار متعددة تشهد على عراقة المراحل الغابرة الممتدة في عمق الزمن وذاكرة الأجيال. قبل
أن يصبح هذا البناء مقراً لمصلحة الضرائب في كريتر، كان مدرسة يهودية لتعليم الفتيات، عرفت حينها بمدرسة جينات شالوم اليهودية. ضمن المستوطنين الأساسيين ولدوا وعاشوا في عدن قبل حوالي 850 عاما، واستقروا فيها خلال القرنين الثاني والثالث الميلادي كما يذكر الباحثون والمؤرخون ويحكي هذا الأثر. في العام 1929 للميلاد كانت البدايات الأولى لتأسيس مدرسة جينات على يد رئيس الجالية اليهودية شالوم مناحيم موشيه، الذي اختار الحي التجاري في كريتر موقعا لها بالقرب من مدرسة جورج الخامس في وقت لم تكن فيه مدارس يهودية للفتيات في عدن. وجود مدرسة يهودية في عدن هو دلالة على مدى التعايش السلمي الذي عرفت به هذه المدينة التي كان اليهود يشكل جزءا من تركيبتها السكانية بقوام يتجاوز 9000 نسمة عاشوا في وئام مع بقية الأعراق والأجناس. في تفاصيل هذا المبنى يظهر الطراز المعماري بطابعه الخاص المحافظ على هويته حتى اليوم، دون أن تطرأ تحديثات على تصميمه الهندسي كعلامة عرفت بها مدرسة جنات شالوم اليهودية. ظلت مدرسة جنات شالوم تمارس دورها في تعليم فتيات اليهود لمدة 37 عاما حتى العام 1966، حيث تم إغلاقها بعد أن أصبح المجتمع اليهودي محدودا وغير قادر على دعم هذه المدرسة. يبقى هذا المبنى الذي أصبح اليوم مقرا لفرع مصلحة الضرائب بكريتر أحد الشواهد التاريخية في عدن الزاخرة بالعديد من المعالم الأثرية الضاربة بجذورها في أعماق الزمن. حياته بفن الرسم، يبدع في رسم الشخصيات الخيالية والواقعية. إنه الرسام والفنان وسام محمد، وجه المدينة لهذه الحلقة. وسام محمد أحمد شاب ورث عن عائلته موهبة الرسم وتجسيد ما يتخيله في لوحات ذات دلالات مختلفة، وشيئا فشيئا تعلق بالرسم وأحبه ليغدو اليوم فنانا مشبعا بالأمل ومسكونا بالإبداع. الرسم مجامعي موهبة، مش إني تعلمته أو اكتسبته من حد أو كذا، سبحان الله زي الوراثة كذا بيني وأنا وفراد الأسرة كامل. معي خواتي ما شاء الله رسامات ومنقشات، ومعي إخواني رسامين كلهم، وبدأنا من احنا صغار انا واخوي الكبير اللي كبر مني نرسم في الجدران، نرسم في الاوراق، نشخبط دفاتر زملائنا، وسبحان الله بدأنا في الرسم، وهذا يرسم كاركتير وانا ارسم شخصيات وهذا يرسم. بعدين انقطعنا عنه فتره كثيره، انقطعت عليه يعني بحكم الشغل والغربه وهكذا، وحتى لدرجتني تناسيته، كنت اخذ الورقه والقلم ارسم ما عاد اعرف ارسم. بعدين قدر الله وما شاء فعل استقنت. انا في السجن هناك بدأت اشتغل على الرسم،
في الجرامات حق الناس زملائي في السجن، وفي الجدران، في أي حاجة كنت أرسم، أرسم شخصياتهم في أوراق ذكريات يرسلوا لعوائلهم. سبحان الله خرجت من السجن على الشغل الكلية هنا، توفرت معي الأدوات، توفرت معي السامان، الأوراق، الكراسة، كنت أرسم. دخلت في رسم الشخصيات اليوم أصدقائي، أرسم هذا وأرسم هذا وأرسم هذا، وحبة حبة تنميت في الموهبة هذه. للرسم حالات معينة ومشاعر تدفع الفنان إلى الرسم، ويجسد وسام في أغلب رسوماته شخصيات حقيقية وخيالية، ولا يجد في نفسه الرغبة ليرسم المناظر الطبيعية وغيرها من أنواع الرسومات. الرسم يعني مرتبط ارتباط تام بالمود، بالهاجس، زي الشاعر معه حليلة، الرسام له مود، إذا المود مش موجود تتغفل، تأخذ القلم والله لو أرسم حق ساعتين ثلاث ساعات ما أعرف أرسم حتى عين، إذا ما فيش أبدا مود. وإذا جاء المود ترسم وتبدع الشخصيات اللي معك اللي تشتيها. هذا العلاقة يعني علاقة قوية بين أن المزاج، مزاجك للرسم ومودك للرسم، وبينك تشتي ترسم. حاليا أني ما أرسمش بألوان، أرسم بالقلمات الجاف للأزرق والأسود، بعض الأحيان أزيد الأحمر، إنما بدأت حبة حبة الآن أدخل في الألوان الخشبية العادية، مثل ما قلت لك أني ما درست عشان ما أعرف مزج الألوان وإيش تستخدم الألوان هذه وكيف تركيبتها، فأرسم اللي هو العشوائي من اللي بدأت عليه إلى حد الآن اللي هو القلمات الجاف بالمداد، وهذا المداد يعني بالنادر تلاقي من الرسامين الفنانين اللي يرسموا بالمداد، أغلب الرسامين بالرصاص عشان يعرف يمسح يعرف يظلل، لكن أنا رسمي كله بالمداد. أغلب رسماتي هي الوجوه، وجوه الشخصيات الحقيقية، أغلب رسماتي هكذا. ورسمات ثانية اللي شخصيات، شخصيات أفلام، شخصيات أكشن، شخصيات من خيالي يعني، ما نفسي أني أرسم في الطبيعة، أدخل في الطبيعة، بس ما دخل في مزاجي رسم الطبيعة وكذا، وما عرفت لها بيني وبينك. ليس لدى المجتمع في عدن الوعي الكافي بأهمية الرسم وذائقته الفنية، وهذا يشكل تحديا لهذا النوع من الفن وهواته. ومع ذلك يمضي وسام في موهبته مؤمنا بأهمية الرسم ومقدرته على تقديم رسائل هادفة للمجتمع. المشاكل اللي تحصل هنا عندنا خاصة احنا في اليمن، ان مجتمعنا لسه عاده ما انفتح على الفن هذا، بعيد ان مرات اذكر اني كنت زمان وانا عادنا بدات في الرسم اخذ لوحات بروح بالشارع برسم ناس برسم كذا، تلاقي لك انتقادات، يا مريض انت تصلح نفسك رسام، انت مدري ايش، يعقد الموهبه يكسر الموهبه وعاده ولدت. ما هو مجتمع من ذاك اللي تمسك اللوحه بالشارع وترسم الناس ترسم كذا يشجعوك ويجي يصوروك، لا، هنا عند المجتمع ابدا مهما رويته مهما قلت له ذا فن ذا يقول لك لا، وبيجي لك هذا بيقول لك حرام وهذا بيقول لك حلال وهذا بيقول لك ليش وهذا بيقول لك ليش. فاحنا نتمنى الدوله يعني تساعد على هذا الشيء، تفك المناظر اللي نقدر نرسم فيها بمتنفسات الرسامين، زي لما كان المرسم الحر اللي كان في التواهي الان ما عاد فيش مكان يروح الرسامين له، اشياء كثيره يعني نتمنى الدوله انها تتبنى الرسامين. يحاول وسام التطوير من قدراته بشكل مستمر، محاولاً للالتزام بقواعد الرسم الصحيحة، متطلعاً إلى الاحتراف في كتابة القصص المصورة والمجلات الثقافية التي باتت عدن محرومة منها بعد الحرب. وزارة الثقافة إذا فتحت المجال للاستثمار في الرسم كقصص مصورة ككتيبات يبيعوها يعني في دول كثيرة، تلاقي كتيب اللي هو الكوميكس مصور ينباع وتجارة، فأنا أني أطمح أن تكون يعني في معانا هنا ناس داعمين لهذا الشيء، كمجلات مصورة، قصص قصيرة للأطفال، قصص حتى الكبار، الكوميكس هذا الكبار، المانجا وذي الحاجات هنا عندنا مش موجودة. وإذا حاولت أنك تدخل مع مثلا هيئة بالإعلام أو حاجة يقول لك هذه حاجة ما هي موجودة عندنا، وحنا البلاد في وضع حرب وحنا البلاد مش محتاجة هذا الشيء، محتاجة حاجة ثانية، يكسروا شغاذيفك، فهمتني؟ هذا طموحي إنش أن يكون لنا عمل نستفيد منه ونشتغل عليه. أحب أشكر في الأول والأخير اللي هم ساعدوني في ذا المجال وفتحوا لي المجال أكثر، اللي هم صاحب الجروب الأرت كامب، جروب الفنانين، يعني جروب معنا بالفيس يحوي الفنانين حق عدن بشكل عام كامل، يعني أقلهم مستوى أفضل مني، اللي هو مؤيد فرحان،
وعادل باعرمة اليوم هذا الأكثر ناس أحسهم أنهم يحاولوا أنهم يساعدوا الشباب من ضمنها تنظيم هم وصحاب المجلس العزابي نظموا المعرض الإبداعي اللي شفناه في أغلب الأعمال الفنية يعني أعمال كل ما حد شافها استغرب أن هذه موجودة عندنا في عدن وهذا يعود الفضل بعد الله لهم هذا للأشخاص مشاهدينا إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام حلقتنا في هذا الأسبوع ألقاكم في الأسبوع المقبل وإلى اللقاء.